اسعد الله اوقاتكم متابعينا الكرام اسال الله ان تكونوا بخير انتم واحبابكم ومن حولكم اليوم توقعاتنا ليوم الاثنين 14 اذار مارس القمر موجود في منزله الجبهه وهي للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو رح يمكث القمر في هاي المنزله لغايه الساعه 12 و15 دقيقه ظهرا من ظهر اليوم الاثنين لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح طبعا القمر الآن موعد بث الحلقة اللي هو ليلة الأحد على الاثنين القمر ما زال موجود في برج السرطان لغاية الساعة سبعة واحد وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت غرينتش طبعا الزاوية الوحيدة اللي في فترة وجود القمر في السرطان قبل خلو المسار هي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين بلوتو وهي الساعة ثلاثة وثلاثة دقيقة بعد العصر يعني بعد بث الحلقة بتوقيت جرينتش تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة طبعا هاي الزاوية تأثيراتها لغاية ساعات الفجر تقريبا أما بالنسبة لبعد الزاوية هاي بعد ذروتها في عنا خلو مسار ذكرنا يوم أمس خلو المسار هذا بيبدأ الساعة ثلاثة وثلاثة وأربعين دقيقة بعد العصر بتوقيت غرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة سبعة وواحد وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت غرينتش لينتقل القمر بعدها لبرج الأسد هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة سبعة وواحد وثلاثين دقيقة مساء زي ما حكينا بتوقيت غرينتش بصير القمر اللي هو من مساء يوم الأحد على الاثنين بصير القمر موجود في برج الأسد عشان هيك اليوم رح نحكي عن تأثيرات يعني التوقعات كلها كأنه القمر انتقل لبرج الأسد يعني عن توقعات ليلة الإثنين اللي الأحد على الإثنين ونهار يوم الإثنين طبعا القمر لما بيكون موجود في برج الأسد بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما من اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية. وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لإلنا لا أما بالنسبة للزاويتين اللي متشكلات البطيئات اللي تأثيراتهم لغاية يوم 17-3 الزاويه الاولى هي زاويه اقتران سلبيه بين الشمس وبين نبتون وهي زي ما حكينا لغايه يوم 17/3 هي اللي بتجعل بعض الاشخاص يعيشوا في عالم من الاوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبرضه بتزيد من الشك والغيره والامور اللي زي هيك بتدل على عدم الاستقرار على المستوى السياسي برضو بتعمل مشاكل إلها علاقة بالقطاع البحري أو السفن أو البواخر بتزيد من نفوذ بعض الجماعات المتطرفة المعارضة للحكومة أو تعرض لبعض الظواهر البحرية كالفيضانات والطوفان وإشي له علاقة بتسرب الغاز أو حوادث تسمم جماعية ، ولكن الملفت في هاي الفترة ارتفاع أسعار النفط. أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ممتزجة بين الزهرة وبين المريخ وممتزجة يعني خليط بين السعادة والنحوسة في نفس الوقت طبعا هاي تأثيراتها برضو لغاية يوم 17 ثلاث بيسود جو عام من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين من ناحية إيجابية ولكن من ناحية سلبية بتعزز العلاقات العاطفية الناجحة من ناحية إيجابية ولكن من ناحية سلبية أكثر المتضررين هم المتزوجون أو اللي علاقاتهم العاطفية ضعيفة لأنها بتخلق لهم مشاكل عاطفية لها توابع سلبية أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم راح تتشكل اللي هي أول زاوية زاوية تقابل سلبية راح تكون بين القمر وبين المريخ وهي راح تكون في تمام الساعة سبعة وسبعة عشر دقيقة صباحا هاي الزاوية بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب طبعا هاي الزاوية تأثيراتها لساعة المساء أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية وهي بين القمر وبين الزهرة وهي راح تكون في تمام الساعة 9 و59 دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش أكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية في هاي الفترة ممكن يتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب أما بالنسبة للزاوية التي تليها والأخيرة هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس وهاي تقريبا راح تكون ذروتها الساعة سبعة ودقيقة مساء بتوقيت غرينتش طبعا تاثيراتها من ساعات قبل الظهر بتبلش لغايه ساعات فجر يوم الثلاثاء بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فتره من الراحه لاستعاده نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية اليوم من ناحية صحية القلب والشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان. بالنسبة لهذا اليوم طبعاً في زوايا كثيرة سلبية فعشان هيك بالنسبة للعمليات الجراحية بنقول إذا كانت اضطرارية تنعمل مش اضطراريه في قابليه للتأجيل تؤجل. هذا اليوم غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحه ولكن يصلح لازاله لا يصلح لازاله الشعر الزائد ولكن يصلح للقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي. اما بالنسبه لمطعوم كورونا اليوم برضه مناسب ما في اي مشاكل له. ولكن ممكن تظهر بعض الاعراض زي ارتفاع درجة الحرارة او ارتفاع الضغط يفضل اخذ حبة حبة اسبرين او على مدى ثلاث ايام وبرضه بنادول كل ست ساعات بيكون افضل. بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج الاسد رح يستقر فخلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء يوم 15 ثلاث بيبدأ في تمام الساعة عشرة وخمسة وخمسين دقيقة صباحا وبيستمر حتى اليوم التالي اللي هو حتى صباح يوم الأربعاء الساعة أربعة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت غرينتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج العذراء أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب عمره 12 يوم في تمام الساعة 11 و 16 دقيقة صباحا بصير عمره 13 يوم نسبة الإضاءة بتصير 80% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة سعيدة بنسبة خمسة في المية القمر في السرطان الآن ولكن رح ينتقل للأسد معظم اليوم ورح يظل لغاية يوم ستة عشر ثلاثة في الأسد هو الآن منتحس بنسبة أربعين في المية ولكن مع ساعات المساء بصير منتحس بنسبة 90% عطارد في الحوت حتى يوم 27-3 سعيد بنسبة 30% الآن ولكن مع ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة 70% الزهرة في الدلو حتى يوم 5-4 منتحسة بنسبة 50% المريخ في الدلو حتى يوم 15-4 منتحس بنسبة 15% المشتري في الحوت حتى يوم عشرة خمسة سعيد بنسبة عشرة في المية زحل في الدلو حتى يوم اربعة ستة سعيد بنسبة خمسطعش في المية اورانوس في الثورة حتى يوم اربعة وعشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسطعش في المية نبتون في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسطعش في المية بلوتو في الجدي حتى يوم تسعة وعشرين اربعة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ابتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء ممتع معهم وهي فترة مثمرة وإيجابية تستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطاعتك المبادرة فالظروف ملائمة اليوم للأمور العاطفية والمصالحة ولتكرار المحاولات برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم، واليوم تجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها. لا تفقد الاتزان أو لا تفقد ثقة الأحبة. ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية. برج الجوزاء بتكثر عندكم اليوم الاتصالات والتنقلات ومنكم اشخاص ممكن يخرجوا في نزهه قصيره ويكون اليوم نوع من انواع التعامل مع اخ او جار بتتمتعوا بسرعه بديهه وخاطر وباستطاعتكم مناقشه الامور الصعبه وطرح الافكار الجديده ممكن تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك، وبتنشط اليوم في التنقلات والاتصالات. برج السرطان ثم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بدكوا تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة. ممكن اليوم تعالجوا استحقاق مالي، أهم إشي إنكم ما تتسرعوا بتوظيف الأموال، بل دققوا بالتفاصيل، تطمئن خواطركم نوعاً ما، وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ. أهم إشي إنكم تتفائلوا وتتحركوا. برج الأسد بتبدأوا اليوم فترة أفضل من سابقتها لكم اليوم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم التحلي بحكمة بالحكمة والواقعية للأمور وبتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيدوا سيطرتكم وبتحققوا نجاح باهر برج العذراء بيسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي لأنه امبارح احنا ذكرنا انه في نوع من انواع التعب ولكن بلشت الامور تصعب لأنه القمر وصل لبيت المتاعب عندكم فبدكم تحاولوا تنظيم اموركم والمحافظة على صبركم المعهود اثناء تصريف الامور والتعامل مع الغير. ممكن اليوم تتذمر من تأخير او من سوء تفاهم او التباس فبدكم تحاذروا من البدء باي شيء جديد لا تسمحوا للقلق بانه يسيطر عليكم ويمنعكم من العمل والنشاط نظموا اموركم وضاعفوا مجهوداتكم برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة. اطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك. ما اليوم بيحمل نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران. أهم شيء إنك ما تبقى وحيد. وحاول إنك تخرج للقاء الناس. برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وهذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء إنكم تقدموا أفضل ما لديكم لعلكم تحققوا إنجاز أو تحرزوا نوع من أنواع التقدم المفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسؤولية فهاي فترة فيها شوية صعوبة برج القوس بتنشطوا في امور لها علاقه بالسفر والاتصالات البعيده واليوم ممكن تشاركوا في حمله او ورشه عمل وبتشتد اليوم رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقه معهم اليوم بتلتقوا بوجوه واراء وثقافات مختلفه وممكن حوارات ونقاشات او نوع من انواع الدراسه أجواء لطيفة بتحيط بحياتك وهذا يوم يعتبر جميل بالنسبة لإلك، فعشان هيك بدك تعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية فالفترة هاي مثمرة على جميع الأصعدة. برج الجدي بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهه ثم فرصه لمكسب بيجي من شراكه او تعويض ولكن من جهه اخرى يجب الحذر من اي شراكه ماليه جديده ما بيناسبك اطاله الخلاف والزعل بل سارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك اداره المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن اليوم تناقش موضوع بيتعلق اما بارث او موضوع مالي برج الدلو ابترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال وحاولوا أنكم تعالجوا كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة وما تتسرعوا باتخاذ القرارات برج الحوت بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا أنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك بدكم تنتبهوا لغذائكم وراحتكم ولا تسمحوا للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم وبدك تكون أكثر تنظيما وتحسن إدارة الوقت فعشان هيك برضو بدك تتجنب إثارة العداوات وإهمال وضعك الصحي وحاول أنك تأخذ قسط من الراحة من وقت لآخر وحاول أنك تكون عند حسن الظن هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعايه الله وحفظه الى اللقاء